ترأست وزيرة التعاون الدولي ووزير التجارة العراقي الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشتركة. شهد الاجتماع مناقشة التحديات التي قد تحول دون تعزيز التعاون المشترك ودراسة سبل التغلب عليها بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويحقق الاستفادة القصوى من المميزات التنافسية وينعكس على مستوى معيشة مواطني البلدين. في فرصة كبيرة جدا للشركات المصرية المختلفة خصوصا في البنية التحتية في إتمام مشروعات والتعاقد على مشروعات لإعادة إعمار العراق. أيضا اتفقنا على أكثر من مذكرة تفاهم في أمور حيوية جدا منها التأمينات، العمل، التعاون الدولي، معهد التخطيط، الشباب والرياضة وغيرها من الاتفاقيات. مذكرات تفاهم غطت كثير من المجالات منها علمية وثقافية وسياحية في مجال التخطيط والتنمية والتجارة وكذلك الشباب والرياضة والخدمة والعمل والشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي كذلك. غطت كثير من المجالات والمحضر غطى وهناك كانت